حول ولا قوة إلا بالله. طب هو راح فين دلوقتي؟ قاعد مع صالح بيحاولوا يشوفوا حل. وأنا أي حل في بيع بيتي أنا مش هقبله. مش كده، بالراحة يا هدى، الراجل شقاه كله راح، ما تبقيش أنت كمان عليه. المفروض تقفي جنبه. وأجي العرسان أهو. إيه ده؟ أنتوا كنتوا مع بعض؟ لا طبعًا، ده أنا قابلته تحت بالصدفة. وأنا هخرج مع أطفال. حاسب على كلامك. ده راجل متجوز، ده لسه خاطب. احترم المقدمية. ماشي يا أديب. أنتوا قاعدين كده ليه؟ التجمعة دي مخيفة. شكلهم كده بيتفقوا علينا. لا بجد، في إيه؟ عادل عنده مشاكل في شغله. خير في إيه؟ أتم، أنت كنت عارف؟ أيوة ماما عارف. من إمتى؟ وليه ما قلتش؟ وإزاي توافق على اللي هو عايز يعمله ده؟ إيدي يا هدى، سيبيه الأول يفهم هو قال لك إيه. أنا كنت بتكلم معاه إمبارح يعني عشان نشوف عيادة العالية عشان يبقوا مع بعض، فحكى لي على اللي حصل. وبعدين ده الكلام ده لسه إمبارح، فما كانش في وقت إن أنا أتكلم في أي حاجة. تعال تعال يا عادل. تعال يا عادل اتفضل، بس يا ناس. اقعد اتفضل عادل. اقعد يا حبيبي اقعد. اسمعي يا بنتي، عادل حكى لي على كل حاجه بالتفصيل وبمنتهى الصراحه، والحقيقه انا مش شايف انه غلطان. الراجل مش شرط يحكي لمراته كل حاجه، خصوصا لو حاجات خاصه بشغله. يا هدى يا بنتي، احنا اللي بنعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعملنا. انت غلطانه في ردك على جوزك. ما ينفعش تعيري جوزك، ما ينفعش. انا ما ربيتكيش على كده يا هدى. الله، اسمع يا ابني، اللي انت شايفه مناسب اعمله في ازمتك، انت قادره بيها، وانت تسمع كلامه وتفضلي جنبه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ والبيت اهو بتاعكم، اقعدوا فيه زي ما انتوا عايزين، ده بيتكم. الو، مقدم ادهم الشاعر. ايوه يا فندم. انا جاهز عشان تستلم خدمتك في العريش. جاهز يا فندم. اتحرك. تمام يا فندم. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.